سعد المجرد يعود إلى فرنسا وهذا موعد محاكمته. بعد قضاء إجازته القصيرة في المغرب، يستعد الفنان المغربي سعد المجرد للعودة إلى العاصمة الفرنسية باريس قصد متابعة الإجراءات القضائية في قضية العنف الجنسي المنسوبة إليه، ويرتقب أن يقف المجرد أمام القضاء الفرنسي من جديد نهاية السنة الجارية من أجل النطق بالحكم في تهمة الاعتداء الجنسي في فرنسا وليس الاغتصاب، وهي التهمة التي وجهت إليه أساسا في قضيته عام 2016. يشار إلى أن نجم البوب المغربي سعد المجرد طرح أغنيته الجديدة معك يا ملكنا التي أهداها للملك محمد السادس في عيد ميلاده، قبل أن يوجه له الإعلامي رضوان الرمضاني الكثير من الانتقادات لتقديمه هذه الأغنية، وهو ما زال على ذمة التحقيقات بسبب قضايا التانيف التي تلاحقه. شكرا على حسن متابعتكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.